استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم أخي دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع أخيه دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة. تم خلاله استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، حيث أكد سموه في هذا الصدد أن نصرة اليمن واجبة ودعمه ضرورة، فاليمن بلد له مكانته الخاصة لدى العرب ولا يمكن تركه للتدخلات الخارجية التي تريد النيل من أمنه واستقراره. وقال سموه: إن اليمن سينتصر في حربه ضد التدخلات الخارجية في شؤونه وفي رفض الهيمنة ودعم الشرعية بعزم شعبه ووحدته ودعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لديه نظرة ثاقبة وعميقة لما يحدث في المنطقة تنم عن خبرة وحنكة سياسية، منوها برؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفذة التي تقود البحرين نحو مزيد من الإنجازات والنهضة التي تحقق للبحرين ما تصبو له من رفعة وتقدم. وقد رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة لمملكة البحرين وبأهميتها في دعم العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة وما يربط شعبيهما الشقيقين من صلات وروابط أخوية متينة. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الطيبة للرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على ما فيه خير ومصلحة شعبه. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موقف البحرين الثابت واستمرارها في أداء واجبها العروبي والإسلامي تجاه اليمن ودعم الشرعية فيها وحماية سيادته وضمان تحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مشاركة مملكة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تنطلق من إيمانها بالوحدة العربية والتصدي لكافة التدخلات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا سموه إلى استمرار مملكة البحرين في دعم اليمن والتصدي لكل ما يعكر أمنها واستقرارها. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة تطورات الأوضاع ومستجداتها الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد بأن المنطقة مستهدفة وهناك سياسات أرادت الإضرار باستقرارها، وتم التأكيد كذلك أن قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التاريخي بإطلاق عاصفة الحزم حمل اليمن والمنطقة مما كان يراد لها من فتنة وفوضى واقتتال. من جانبه فقد أطلع دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وجهود الشرعية اليمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي في استتباب الأمن والاستقرار، إضافة إلى الجهود الإغاثية لتقديم المساعدة للمحتاجين من الشعب اليمني الشقيق. وقد نقل دولة رئيس وزراء اليمن إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات وشكر فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة. وأعرب دولة رئيس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه اليمن ومساندتها للشرعية وجهودها الإغاثية في مساعدة المحتاجين من الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه المواقف الأصيلة ليست مستغربة على مملكة البحرين وقيادتها، مؤكدا أن مواقف البحرين العروبية ملكا وحكومة وشعبا
معروفة وهي دائما مع اليمن قلبا وقالبا، معربا عن الاعتزاز برؤية أبناء البحرين جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الدفاع عن اليمن وحفظ أمنه واستقراره. وقد أقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مندوبة غداء تكريما لدولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة. وكان دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني قد وصل إلى البلاد في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة. وقد تشكلت بعثة شرف لمرافقة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.